أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الميزان الخميس 15 أبريل 2021. حافظ على موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك في العلاقة التي تعيش بها، وميز جيدا بين الحب والاحتياج. المشاركة في الأنشطة المجتمعية في كثير من الأحيان يعطي معنى جميل لحياتنا وشعورا نفسيا مريح. مهنيا، كثيرا ما يفشل الناس في الحياة بسبب واحد فقط، هو الخوف وعدم الجراءة، كالخوف من الفشل أو من الرضاء أو من ارتكاب أخطاء. حافظ على ثقتك بنفسك. صحيا، الصحة نعمة من الخالق، وعلينا معرفة ما هو ضار من ما هو مفيد لك، والحفاظ على نفسك. توقعات خاصة للرجل: دائما ما تتغلب عاطفتك على قلبك في كل قراراتك. عليك أن تحذر كثيرا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءا من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد في مجال العمل، عليك تمالك أعصابك بقدر الإمكان. توقعات خاصة للمرأة: حاولي مع نفسك أن تبتسمي وتغيري من الوضع للأفضل. اقضي وقتا طويلا مع أصدقائك أو عائلتك. مزاج ملائم ليوم هادئ. عاطفية: لا تستطيعي أن تكوني حاضرة للآخرين حتى تكوني كذلك لنفسك، لذلك خصصي هذا اليوم لنفسك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني في القناة بالاشتراك واللايك.